تحية لكم مستمعين على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة ظفار، مستمرين معكم في برنامج مع الشبيبة، وأكيد نسعد بتواصلكم على 2492-0-0-2492-0-0 وعبر رقمنا في الواتساب على 94799975. راح تكون محطتنا القادمة للحديث حول قرار معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام أو إصدار لقرارين وزاريين لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية في السلطنة. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع سيكون معنا بحول الله تعالى الأستاذ سلطان بن مطر السلامي، مدير دائرة التراخيص الإعلامية بوزارة الإعلام. مساك الله بالخير الأستاذ سلطان. حياك أخي، حياك وبياك، كيف الأمور؟ يا مرحبا وسهلا وسعيدين بالتواصل معك. وأنا أسعد إن شاء الله. الأستاذ سلطان، الحمد لله نقف اليوم على القرارين اللذين أصدرهما معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية في السلطنة، ونتحدث الأستاذ سلطان على انعكاسات هذين القرارين في تنظيم وتطوير الإعلام الإلكتروني بالسلطنة. حياك أخي، حياك حياك وبياك. أولا أشكر قناة الشبيبة FM على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على القرارات الوزارية التي صدرت أخيرا والتي تنظم عمل بعض الأنشطة الإعلامية الإلكترونية. طبعا أهمية صدور هذه القرارات هي كما تعلمون نظرا للتطور المتسارع للإعلام الإلكتروني وتحول بعض المؤسسات الصحفية الورقية التقليدية القائمة حاليا لصحف إلكترونية وإنشاء البعض لمؤسسات صحفية إلكترونية من البداية، يعني أسسوا مؤسسات صحفية إلكترونية من البداية كان تأسيس جديد. ارتأت الوزارة مواكبة هذا التحول والقيام بتنظيم مثل هذه الأنشطة والتي من ضمنها الصحافة الإلكترونية. نعم. حياك حياك. الآن ماذا يتوجب على هذه الصحف الإلكترونية بالتنظيم الجديد؟ وإذا كان هناك كذلك توضيح أكثر أستاذ سلطان، هذا القرار يشمل من؟ أستاذ العزيز، هو يشمل جميع الصحف الإلكترونية القائمة والتي سوف تقوم. نعم. عن اللي يريد يتقدم لطلب جديد مثلا هي نفس الاشتراطات السابقة للصحافة التقليدية. نعم، لكن ما تعريف وزارة الإعلام للصحف الإلكترونية؟ يعني البعض يتساءل الآن، يقول والله البعض لهم فقط منصات على وسائل التواصل الاجتماعي ويمارسوا مهنة النشر الإلكتروني، هل هؤلاء كذلك يشملهم؟ نعم، يشمل الجميع. يشمل أي مؤسسة صحفية إلكترونية تبث على وسائل السوشيال ميديا سواء تويتر، سناب شات أو غيره، هذا هو يشملهم. نعم. لهم تنظيم خاص نفس تنظيم الصحافة الورقية التقليدية. نعم. طبعا هم الاستزادة أو الاستفاضة أكثر، وفي إمكانهم زيارتنا في الوزارة دائرة التراخيص الإعلامية وإحنا نرحب بالجميع. نعم. حددت وزارة الإعلام مدة زمنية معينة لتنظيم أوضاعهم والقيام بالخطوات المطلوبة الآن، ما هي الخطوات التي تستوجبها المرحلة القادمة على هذه الصحف الإلكترونية والمنصات الإلكترونية؟ طبعا القرارات الوزارية حددت 3 أشهر لتصحيح الوضع أو توفيق وتصحيح أوضاعهم القانونية. طبعا من اليوم التالي صدور القرار، والقرار صادر تاريخ 7/12، القرارات صدرت تاريخ 7/12، يعني من اليوم التالي من تاريخ 8 يتقدموا بطلب لدائرة لوزارة الإعلام وبالأخص دائرة التراخيص الإعلامية. طلب في جميع البيانات. أيوة أخي. نعم أتابع أسمعك. في جميع البيانات طبعا، وسوف نقوم بدراسته طبعا في دائرة التراخيص، ومن ثم راح يتخذ الإجراءات. نعم. بالتدرج. هل شروط الحصول على الترخيص الإعلامي مشابهة لشروط الحصول على هذا الترخيص بالنسبة بالضبط للمؤسسات القائمة حاليا؟ ليس هناك اختلاف، بالضبط نفس الشروط الموجودة هنا موجودة هنا. نعم، هل هناك مجال للأخ سلطان في ذكر هذه الشروط؟ والله الشروط طويلة وكثيرة. يعني قانون. نعم. كامل أحددها قانون المطبوعات والنشر. نعم، لكن أبرزها يعني أحددها في قانون المطبوعات، لكن هذه يعني إيش بقول لك، شروط كثيرة، يعني ما شرط واحد، شروط إجراءات الترخيص لقانون المنشآت قصدك أنت تتكلم ولا الصحافة؟ الآن أي مؤسسة؟ أنت تتكلم عن الإذاعة الإلكترونية أو نتحدث عن الصحف الإلكترونية، أي صحيفة إلكترونية أو منصة على وسائل التواصل الاجتماعي تمارس دور إخباري وتريد الحصول على هذا الترخيص؟ طبعا في نموذج معنا موجود في الوزارة،
والافضل انه يزورنا في الوزاره وانا بحد يعني بنعطيه النموذج وعبي النموذج كامل. طبعا ما في شيء هو صعب كلها سهله الامور والحمد لله. نعم ويكون اكثر تنظيم وتمكين كذلك تنظيم لاجوارهم اكثر توضيح حتى لو كان هو عندنا واقف على ممكن نجلس معاه ونوجهه اكثر يعني. البعض يتساءل يعني الأستاذ سلطان يقول لك والله الآن أنا عندي منصة إخبارية إلكترونية أو صحيفة إلكترونية هل الموضوع يعني خيار علي أن أنا والله أروح أحصل على ترخيص من وزارة الإعلام أو أستمر بوضعي الحالي؟ أريد نوضح الآن مع وجود هذا التنظيم أتوقع يعني أكيد في إجراء معين. لا هو إلزامي صار ما اختيار يعني ما بكي هو الشخص صار إلزامي يتقدم طلب للوزارة عشان تنظيم وضع القانون. طيب الأستاذ سلطان شكرا جزيلا لك إذا كان هناك ثمة توضيح إضافي. والله ما في توضيح بس أتمنى أن جميع القائمين وجميع التي لديها مؤسسات صحفية أو شركات الدعاية والإعلان أو شركة أو مكتبات إلكترونية أو مطابع إلكترونية أو دار نشر أو ما شابه أو وكالات التوزيع أن يتقدم للوزارة بطلبات تعديل وضع القانون خلال المدة القانونية 3 شهور. نعم وعندهم هذه 3 أشهر. نعم مدة طويلة أعتقد 3 أشهر مدة طويلة. إحنا يعني بالنسبة لوكالات الدعاية والإعلان وشركات التوزيع وما شابه يعني هذه معنى يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق وتحصل ترخيصك ما تطول. نعم بالخص بالأيوة. نعم هذا سؤال من أحد متابعينا فقط للتأكيد أنت ذكرتها بس نأكد مرة ثانية الحسابات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي يشملها هذا القرار؟ كيف حسابات إخبارية وضح يعني كيف بتقول؟ يعني حساب على تويتر على سبيل المثال فقط متخصص شخصي. هو حساب يدير أشخاص فقط متخصص في نشر الأخبار سواء المحلية والدولية وغيرها يعني مثل ما تقول وكالة أنباء إلكترونية. نعم لكن ما موجود عندها مثلا موقع إلكتروني وغيرها فقط معتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي. خلي يزورنا في الوزارة أفضل عشان نستوضح منه أكثر نوع عمله شو بيكون. نعم أنا ما أقدر أفيده الحين لكن يزورنا أفضل أشوف نوع العمل ماله شو بيكون بالضبط. طيب. عشان أوجهه أكثر. نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ سلطان. شكرا أخي شكرا جزاك الله خير وتشكروا على التواصل. الله يسلمك واجبنا شكرا للأستاذ سلطان بمطار السلامي مدير دائرة التراخيص الإعلامية بوزارة الإعلام. حياك أخي حياكم الله. الله يسلمك يا رب.